الآن كرة ثابتة، ضربة حرة مباشرة، تسديدة لكن حارس المرمى المتابعة الآن في الشباك، في الشباك علونا اختام، ومازن الفياض، مازن الفياض انقض على الكرة وضع هذه الشباك موهبة عراقية. كرة ومحاولة الآن داخل منطقة الجزاء، أيمن نقل الكرة، حمزة المثروثي العرضية والكرة فيها ركلة جزاء، ركلة جزاء جهاد قريشم يعترضون. لاحظ الكرة من حمزة المثروثي عرضية عالية، نترك هذه الأمور للمحلل التحكيمي عبر أبو ظبي الرياضية مسلم أحمد، أكيد بأنه راح يتحدث عن هذه اللقطة. النسخة الرابعة، المثروثي وضعها بكل هدوم، حمزة المثروثي يسجل التعادل ويعيد يوفي العرب إلى المباراة.